الطقوس الشعبيه بتمحى بسبب ارتفاع الاسعار وبسبب سياسات الحكومه. نشوفها بقى في ثلاث محافظات تانيين، في الاقصر واسوان ودمياط، ايه اللي حصل؟ الفسيخ والرنجه وكل مستلزماتها اللي هي الوجبه التقليديه اللي تحولت لطقس من الطقوس الشعبيه في هذا اليوم. تطوف كاميرا العاشرة مساء بين محافظات مصر لترصد أسعار الفسيخ والرنجة استعدادا للاحتفال بموسم شم النسيم. نبدأها بمحافظة دمياط التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار. الفسيخ من 50 ل 150، 50 60 70 80 100 120 150. ما هو النهارده ال 2 كيلو فسيخ ب 300 جنيه، حاجة صعبة وما فيش، الناس تعبانة. الفسيخ النهارده هو غالي، والسمك السمك ني غالي. بنجيبه ب 100 جنيه. أنا ملحه بكام وبيعه بكام للزبون النهارده؟ هبيعه له ب 150، يبقى أصبح التجار كده بتظلمنا معاها، وإحنا تعبنا ومفيش حد حاسس بينا. الصندوق كنا بنجيبه ب 70 وب 75. النهارده ب 170. اللي كان بياخد مثل كان بياخد مثل 20 كيلو اتنينات مثل يوزعهم لأولاده ولحبايبه وجيرانه. ما عادش دلوقتي بياخد لنفسه بس ان هو ياكل وبسطه كده بس. اه وبيجيب بالواحده كمان. يا راجل انا لسه خارج من ورشتي دلوقتي بنشرت بحاجتي، يعني جاي بدور اجيب ايه، هجيب كيلو اجيب نص كيلو، عمال برضو ماشي حيران. ولا انا اقدر اجيب لا فسيخ ولا رنجه، ولا باكل لا فسيخ ولا رنجه ولا بيض ولا سمك، ولا احنا عارفين نعيش خالص. بص انا اقول لك على حاجه واحده بس، الواحد لما يكون عنده 5 عيال واربع عيال يجيب مثلا 4 رنجات ب 40 جنيه. حرام حرام كده، ما احناش لاقيين ناكل ولا لاقيين نشرب. رخصوا الاسعار وكلموا الناس المسؤوله ترخص الاسعار، بس ده اللي عندي، اكتر من كده مش هقول. ومن محافظة دمياط إلى محافظة الأقصر، حيث يعد تناول الفسيخ أمرا لا يمكن تجاوزه في هذا الموسم، لكنها شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار. أسعار الفسيخ بقت أغلى من اللحمة، فدلوقتي مش عارفين ناكل الفسيخ، دلوقتي بناكل تونة. الأول كنا بنستبدل مثلا اللحمة تمام بالفراخ، هو الفراخ غلي دلوقتي، هنستبدل إيه بالسمك وغلي، مش عارف هنستبدل إيه بالظبط يعني والله. قالوا إحنا خلاص مش هنشتري فسيخ، هنشتري تونة، لأن الفسيخ كنا بنشتريه ب 13 ب 130، حرام. مش كفاية الرز والسكر والزيت والعيش، حرام كده. كل واحد كده ينزل يصطاد في صنارة في البحر. واستمرار لجولتنا الميدانية، رصدنا حالة الأسواق بمحافظة أسوان أيضا، تلك المحافظة التي تعد الأشهر في صناعة الأسماك المملحة بكافة أنواعها. ناخد فسيخ فلقينا الأسعار مرتفعة جدا، وزي ما بلاها سمك بلاها فسيخ. كيلو اللحمة بكام؟ ب 130 جنيه عندنا في مصر. كيلو الفسيخ بأسوان اللي هي بلد السمك، بلد بحيرة ناصر، مش عارفين مين اللي مستغلها او مين اللي واكلها او مين اللي بينهش فيها. كيلو الفسيخ النهارده كنا بناخد 10 كيلو فسيخ اكله الغلابه، النهارده واخد كيلو فسيخ. في برضك كلب البحر زي كده الكبير، زي كده كلب البحر ده بتاع بحيره ناصر بقى، ده هو ده ابو 100 ده. احنا بنصدر سمك، ده احنا عندنا ما شاء الله بحيره ناصر، وعندنا ما شاء الله المزارع السمكيه المعموله الجديده ديت، بسم الله ما شاء الله عندنا سمك ياكل شعب مصر كله. من حق الناس أن تندهش، ومن حقهم أنهم يغضبوا أنه طقس من الطقوس الشعبية التقليدية كمان أصبح محفوفا بالغلاء الشديد بهذا الشكل اللي بيتكلموا عنه. وإحنا في مناطق كمان إيه، هي بلد السمك وبلد الفسيخ. نشوف كمان مستلزمات بقى الرنجة كمان والفسيخ ارتفعت بشكل كبير أيضا. The
تشهد ضواحي محافظة القاهرة ارتفاع أسعار الأسماك المملحة تزامناً مع موسم شم النسيم. في الغالي وفي الرخيص. السنة اللي فاتت كانت أقل يعني بتاع 2 جنيه. ليه الغلا دوت؟ ليه؟ ليه؟ الناس دي تاكل من إيه؟ حضرتك الليمون ب 25 جنيه، كل الحاجة غالية في السوق. رنجة لو هجيبي وجبة رنجة وجنبها شوية ليمون بس. غالية مش أقل من 100 جنيه. أولاً مفيش حركة بيع، حركة البيع متوقفة تماماً يعني. ثانياً فرق السعر من السنة اللي فاتت للسنة دي تقريباً حوالي 50% و 60%. سالفة رنجة كان ب 24 جنيه، السنة دي ب 38 جنيه. لو هنجيب وجبة رنجة بس من غير أي حاجة تانية، جنبها شوية بصل وشوية ليمون وشوية جرجير، يعني كلفوكي قد إيه عن السنة اللي إحنا إمبارح جايبين ب 400 جنيه فسيخ ورنجة. لو أنتِ هتجيبي وجبة رنجة وجنبها شوية ليمون ب 100 جنيه. غليت طبعاً السنة اللي فاتت، كان السنة اللي فاتت مش مكملة 20، السنة دي عدي وصلت 30 و 28. أنا جايبة رنجة ب 60 جنيه. الليمون لوحده بقى جوه كده فيه ب 18 وفيه ب 20 وفيه ب 22. ليمون وعيش وبصل والحاجات دي وبعديها الحاجة الساعة والكلام ده كله غالي. بالرنجة هتكلفي كام لو من غير فسيخ؟ بالرنجة بس. بالرنجة؟ قولي 150 برنجة بس من غير الفسيخ والحاجات دي، قولي 150. احنا 5 تنفار، هتعمل لنا يعمل لنا حاجة كيلو مش هيعمل، تلات رنجيات ما غيرهاش، مش هتعمل حاجة. كده الحاجة تغلى والحاجة كلها مولعة خالص السوق، والسوق كل حاجة فيها كلها مولعة، مفيش أي حاجة تانية رخيصة. دلوقتي الرنجة ب 35 جنيه. يعني على الأقل عيلة وأولاد وكده عايزين مثلا كيلو ونص رنجة. ويعني كل الموضوع ده ممكن يكلف 100 جنيه. تقريبا فرق السعر النص. النص. زاد النص. بالنسبه للاستهلاك 3 ارباع يعني مش زي الاول. لو الاستهلاك كان مثلا 75% السنه دي 50%. يعني دلوقتي لو جينا مثلا جبنا اكله رنجه ممكن تخش لها في 100 جنيه. يعني الناس تعبانه من كتر الفلوس، من كتر الغلا، من كل الواحد مش عارف يعني يعمل ايه صراحه. يعني ربنا يرحمنا برحمته في الغلا اللي احنا فيه دوت. الغلو الحاجه كلها اترفعت مش حاجه معينه، لو حاجه معينه مش هناكلها، لكن كل الغلا ده كله نزل على الاسماك وعلى اللحمه وعلى الفراخ وعلى كل حتى الخضار.